السلام عليكم ورحمة الله. احنا الآن في منطقة يالنجك، بنصور لكم شقة 4 غرف صالة، مساحة الشقة 225 متر مربع، طبعا الدور 13، شقة رقم 26، برضو واصل لها الغاز الطبيعي. ندخل نشوف تفاصيل الشقة مع أبو حاتم يكمل معنا. يا هلا ومرحبا يا متابعين. أول ما نخش الشقة زي ما تشايفين الأرضيات كلها باركيه، الغرف والصالة والممرات عندنا هنا على اليمين، دولي وخاصة بالأحذية والعباد. يسار المدخل عندنا هنا مخرج للطوارئ، يعني نقدر نستخدمها كمخزن كمان. أيضا نيجي هنا يمين المدخل المطبخ، ما شاء الله المطبخ واسع ومساحة كبيرة ما شاء الله تبارك الله. دولي جديدة ذات جودة عالية ما شاء الله. في مخرج للبلكونة من المطبخ، بلكونة ما شاء الله تبارك الله مساحة واسعة وشاحنة ما شاء الله تبارك الله. البلكونة كلها مزودة بالزجاج المتحرك، إطلالة خيالية ما شاء الله تبارك الله على المدينة وعلى البحر. شيء رائع جدا ما شاء الله تبارك الله. المنطقة الموجودة فيها المجمع منطقة يالنجك. يالنجك ميزتها انها قريبة من جواهر مول، بالاضافة الى ذلك قريبة ايضا من المطار. الخدمات الموجودة في المجمع كل الخدمات اللي نتخيلها، من مسبح مغلق ومسبح مفتوح، صالة جيم، بالاضافة الى كافيتيريا، وبوابة إلكترونية، خدمة 24 ساعة. الخدمات الموجودة في البناية الخلفية هذه 3 أدوار خدمات، يعني المنطقة هذه اللي احنا شايفينها بيج 3 أدوار، هذه 3 أدوار، الدور الأول والثاني والثالث يكون فيها خدمات كمسبح، صالة فتنس، كافيتيريا، بالإضافة إلى صالة جيم. يعني في قسم خاص للنساء وقسم خاص بالرجال. بالإضافة إلى ذلك مواقف مغلقة تحت المنطقة اللي احنا قاعدين فيها، البوابة الإلكترونية، سطحات خضراء، وإطلالة البحر. نكمل تفاصيل الشقة. عندنا هنا برضو أيضا البلكونة المشتركة بين الصالة والمطبخ. نشوف مساحة الصالة، عندنا إطلالة أمامية على البحر وإطلالة جانبية على الطبيعة على المدينة. ما ننسى أيضا الديكورات الصرفية، بالإضافة إلى التدفئة الأرضية، جميع الشقة تدفئة أرضية. نكمل مع بعض تفاصيل الشقة. بجوار الصالة عندنا الغرفة الأولى، مقابل الغرفة الأولى عندنا الحمام الأول وانتم كرامة. عندنا المنطقة هذه نقدر نحط فيها غسالة الملابس، منطقة مخصصة لغسالة الملابس. نجي هنا على اليسار الحمام الخاص بالشقة وانتم كرامة، مروش وكلوزت والمغسلة، حمام كبير ما شاء الله تبارك الله. مقابل الحمام الرئيسي عندنا الغرفة الثانية، إطلالتها على البحر. بجوار الغرفة الثانية عندنا الغرفة الثالثة، أيضا إطلالتها على البحر. نجي هنا على غرفة الماستر. غرفة الماستر ما شاء الله تبارك الله كبيرة وشرحة، لها حمام خاص بها ودريسنج روم، غرفة تغيير الملابس، بالإضافة إلى بلكونة خاصة غرفة النوم الرئيسية. البلكونة الخلفية هذه إطلالة على الطبيعة من الخلف، وعندنا إطلالة جانبية من البحر على البحر. مجمع جديد صفر، موجود فيها التمديدات الغاز الطبيعي وت...
تبديدات المكيف السبيرت، يعني شقة مجهزة كاملة من جميعهم.